السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا، حلقة جديدة من برنامج أصعب سؤال. الحقيقة قبل ما نبدأ النهاردة موضوع حلقتنا كان فيه أخبار مهمة جدا خلال الأسبوع ده، وكان لازم نقف عندها الحقيقة، لأني أعتقد أنها يعني أخبار يمكن جديدة علينا إلى حد ما. خليني أبدأ بأول خبر وأهم خبر. الحقيقة هو شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربع أداء عدد من المحافظين ونوابهم الجدد اليمين كمحافظين ونواب ليهم. خبر عادي جدا. الجديد ايه بقى؟ الجديد الحقيقة ان في 16 محافظ و23 نائب ليهم، فيهم 7 سيدات، بنسبة تقريبا 60% منهم شباب، وده الجديد الحقيقة. يعني خليني اقول لكم مثلا ان 39 العدد الاجمالي للمحافظين والنواب، 60% منهم شباب، بواقع 25 شاب، 7 منهم بيمثلوا المرأة، وده يعني تمثيل كويس جدا للنساء الحقيقة في الحركة الجديدة. في 5 من شباب تنسيقية الأحزاب، وده بيشير الحقيقة إلى دور الأحزاب وتواجدهم في الحياة السياسية، إضافة إلى 8 منهم من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب اللي كان البعض بيشكك فيه وبيقول هيعمل إيه وده مجرد دعاية وشغل بيتعمل للدعاية. لا يا جماعة، الواقع بيقول إن في شباب كتير الحقيقة موجودين في التشكيل التشكيل اللي موجود في حركة المحافظين، وإن شاء الله نشوفهم كمان في الوزارات وغيره، وبالتالي إحنا حسينا كشباب إن بقى في مستقبل. إحنا مش بنسمع كلامه خلاص، لا ده في جدية الحقيقة في تأهيل الشباب للمناصب القيادية، المستقبل إن شاء الله للشباب. والحقيقة التوليفة اللي اتعملت فيها مجموعة من الوزراء يعني اللواءات اللي كانوا موجودين ووزراء موجودين بالفعل، واستند إلى الخبرة في اختيارهم، إضافة إلى طاقة الشباب بقى وأفكار الشباب وروح الشباب. إن شاء الله المرحلة القادمة فيما بعد هيكون التشكيل الوزاري فيه كمان شباب. نأمل إن شاء الله أن حركة المحافظين القادمة تكون المحافظين نفسهم من الشباب، وأعتقد أن دي خطوة جدية للدولة بتقول فيها أن المستقبل للشباب. والحقيقة ده كان رد على أي حد بيشكك في أن كل اللي بيتعمل للشباب من مؤتمرات وخلافه كلام في الهوى أو مجرد حركات للدعاية. الخبر الثاني الحقيقة اللي كان ليه صدى برضو عالمي هو إطلاق القمر الصناعي المصري طيبسات. المهم في الخبر أو المهم في أهمية القمر الصناعي المصري طيبسات، الحقيقة خلينا نقول أن القمر الصناعي ده، علشان برضو اللي ما يعرفش يعرف، هو ليه دور كبير جداً في توفير بنية تحتية للاتصالات والإنترنت عريضة النطاق للمناطق النائية والمنعزلة، المناطق اللي مش وصل لها شبكات تليفون محمول، المناطق النائية في بعض المناطق الريفية أو في الصعيد أو في الواحات، المناطق اللي ما بيوصل لهاش أصلا شبكة التليفون المحمول، هيكون القمر الصناعي دوره الحقيقة أنه يوصل لها الاتصالات والإنترنت، وده الحقيقة هيعمل ربط مهم جدا بين كل المناطق في مصر على حد سواء. كمان هيكون داعم للمشروعات التنموية وهيسد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية. المهم جدا كمان انه هيساهم في قطاع البترول والطاقة والثروة المعدنية وجميع القطاعات الحكومية الاخرى، وهيدعم جميع اجهزة الدولة في مكافحة الارهاب والجريمة، ودي الحقيقة من اهم النقاط اللي هنستفيد منها من اطلاق هذا القمر الصناعي. خليني برضو اقول لكم ان في بقى خبر الحقيقة كان مثير للجدل في الفترة الاخيرة، وانا عايز اقف عنده شوية الحقيقة. يعني انا بتصفح الحقيقة الاخبار فلقيت خبر بيقول المفتي الاسلام لم يأمرنا بالحجاب ولا مانع من الاختلاط بالجامعات. اول ما قريت الخبر كده انا وقفت عنده، قلت ازاي يعني مفتي الديار المصرية، مفتي مصر اكبر دولة عربية وفيها الازهر الشريف، هيطلع يقول لي الاسلام لم يأمرنا بالحجاب؟ عقلي كده الحقيقة ما استوعبش الكلام ازاي. الفرق بقى الحقيقة يمكن يعني بين الناس وبعض، ان في ناس بتاخد العنوان ويبقى هو ده المقياس بالنسبة لها. المفتي بيقول الاسلام لم يأمرنا بالحجاب، وتثار ضجة بقى والدنيا تتقلب الحقيقة على الموضوع، لكن لما تدخل تقرأ الخبر هتلاقي ان الكلام اللي جوه الخبر ملوش علاقة بالكلام ده. هتلاقي ان المفتي بيقول اما عن مسألة الحجاب نحن ملتزمون بالنص الذي يقول لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منهن، واللي ظهر ده بيوضحه الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه أسماء بنت أبي بكر وكانت لابسة يعني لبس رقيق، فنظر إليها وقال لها إذا بلغت المرأة المحيض فعليها ستر جسدها إلا ما ظهر منها، وأشار إلى هذا وذاك اللي هم الوجه والكفين. فالكلام الحقيقة كله في سياق إن الوجه والكفين، إذن إحنا بنتكلمش عن الحجاب، لكن صياغة الخبر أو العنوان اللي اتحط أثار الجدل الحقيقة اللي خلى سيادة المفتي ودار الإفتاء المصرية تطلع بيان للرد على ما أثير حول هذا العنوان.
وعايز اقول لكم كمان ان تم تعديل العنوان في نفس الموقع، يعني لا داعي لذكر اسم الموقع، واتحط العنوان بشكل جديد خالص. العنوان الجديد اتقال المفتي بيقول الاسلام لم يامرنا بهيئه معينه للحجاب، وده فرق كبير جدا اما تقول المفتي بيقول ان الاسلام لم يامرنا بالحجاب ولا لم يامرنا بهيئه معينه للحجاب. الراجل يقصد ان مفيش شكل ثابت للحجاب، هو في شروط للحجاب، انه يكون بقى واسع فضفاض، ما بيبينش جسد المراه، ما يكونش شفاف، الضوابط اللي كلنا عارفينها. لكن صياغه العنوان اللي اتحط اثار الجدل الحقيقه، وعايزين نتكلم في النقطه دي ونقول يعني اساتذتنا الصحفيين الكبار والمشرفين على المواقع الالكترونيه، يعني عايزين نقول اذا كان الموضوع مقصود بغرض البلبله فانتوا عملتوا بلبله، وبناء عليه طلعت بيانات رسميه سواء من الازهر او من دار الافتاء المصريه عشان تصحح هذا المفهوم اللي حصل فيه لبس عند بعض الناس. واذا كان الموضوع خطا فهنعتبر ان الموقع اللي نشر هذا العنوان اعتذر بانه عدل العنوان ونشر بيان مفتي الجمهوريه تقريبا على نفس المساحه وفي نفس الصفحه الاولى للموقع. اخر خبر معايا النهارده الحقيقه حاجة محزنة جدا. دكتورة صيدلانية تقتل طفلتها بعد تناولها الفيل الأزرق. الفيل الأزرق ده نوع من أنواع المخدرات اللي تم ترويجها في الفترة الأخيرة يمكن. لكن هنا الحكاية الحقيقة دي دكتورة صيدلانية. لما نيجي نتكلم دايما عن المستويات الاجتماعية ونقول ده دكتور أو ده مهندس أو ده كذا أو ده كذا، بيكون بعيد عن خيالنا حكاية إن ممكن يكون في جرائم بشكل كبير في الأوساط دي. لا، الحقيقة هي دكتورة وصيدلانية، ولكن بتقول إن هي مطلقة من سنة ومتزوجة راجل تاني وعندها مشاكل نفسية وضغوط نفسية، والبنت دايما تسألها على باباها، فهي عشان تخلص بقى من الهم ده كله حطت لبنتها دواء مخدر في العصير، البنت شربت العصير ماتت. هي بتقول ان هي كانت بتتعاطى المخدرات وخصوصا الفيل الازرق ده او النوع ده من المخدرات الحقيقه من باب ان هي عندها ضغوط نفسيه فبتحاول تنسى. يا ستي يعني مخدرات ايه اللي هتنسيكي؟ المخدرات خلتك تقتلي بنتك. الفيل الازرق ده وداكي في عالم تاني وخلاكي توصلي لدرجه من الهلاوس انك تقتلي بنتك اللي عندها 6 سنين. هي مالهاش ذنب، ابوها ذنبه ايه كمان ان بنته تتقتل علشان حضرتك عندك مشاكل نفسيه وبتطلعيها على الاطفال؟ والحقيقه مهم جدا ان احنا نتكلم في النقطه دي، لان المخدرات خرجت بقى من نطاق الحقيقه موضوع الفيل الازرق والبانجو والحشيش والماريجوانا والمخدرات المتعارف عليها والكوكايين والهيروين وخلافه، في انواع جديده بقى من المخدرات، وده اللي هنتكلم فيه الحقيقه في الفقره الثانيه من برنامجنا. خليكم معانا عشان هنتكلم عن حاجة خطيرة اسمها المخدرات الرقمية. احنا مش هنتكلم عن ادمان الانترنت او ادمان السوشيال ميديا وان انت طول الوقت مدمن، لا، احنا هنتكلم عن نوع من المخدرات بالفعل ولكن نوع رقمي. هنطلع فاصل ونرجع نستكمل مع ضيوفنا، تابعونا. اهلا بكم مرة تانية مشاهدينا. قبل الفاصل الحقيقة كنت بتكلم معاكم عن فكرة الادمان والمخدرات الرقمية. دايما اول ما تسمع كلمة المخدرات يجي في بالك على طول المخدرات المتعارف عليها، سواء بقى الهيروين، الكوكايين، الحشيش، البانجو، الماريجوانا، الاستروكس مؤخرا، وحاجات كتير من النوعية دي. لكن خليني اقول لكم ان في حاجة دلوقتي اسمها المخدرات الرقمية. ايه مدى خطورتها وهل هي فعلا تعد ضمن المخدرات؟ لان هي مش شيء ملموس يعني، ولا شيء بيتدخن ولا شيء بيتشرب، ده حاجة بتتسمع. انا ممكن اسمع حاجة تعمل لي عملية تخدير، طب هل ممكن اكون بتأثر بيها لدرجة الإدمان؟ طب إيه خطورتها؟ هل هي حقيقة ولا خيال؟ ده موضوعنا النهاردة. بس اسمحوا لي في البداية أرحب بالدكتورة إيمان عبد الله، دكتورة العلاج النفسي. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. معايا كمان الشيخ حسن الجنايني من علماء الأزهر الشريف. أهلا بيك يا شيخ حسن. أهلا وسهلا بحضرتك. الحقيقة أنا عايز أبص للحكاية من أكتر من زاوية، من زاوية العلاج النفسي عند حضرتك يا دكتورة، ومن الناحية الشرعية عند الشيخ حسن الجنايني. فخليني أبدأ من عند حضرتك يا دكتورة. انت تعرفي ايه عن المخدرات الرقميه دي؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين، وشكرا على الموضوع المهم اللي فعلا محتاجين كل بيت وكل اسره انها يبقى في وعي عن موضوع المخدرات الرقميه، لان كثير ما يعرفوهوش رغم ان هو بقاله فتره طويله مش جديد، ولكن هو مش على الساحه ومحدش يعرف عنه لان اعراضه الناس بتشك فيها انها ممكن تكون اعراض مخدرات يعني. طبعا هي الفكره موجوده من زمان وفي حاجات شبيهه ليها زي الزار
انه يفضلوا يعملوا عند برق تقريبا او بقاله كده موسيقيه الى ان يصل الى حاله من النشوه او الاسترخاء التام ويغمى عليه. دي كانت حاجه من ضمن الحاجات المعارف او المتعارف عليها في مصر. الفكره جت ازاي؟ جت ان احنا عندنا في العلاج النفسي ان احنا بنعالج المريض النفسي ببعض الاسطوانات الموسيقيه لبعض الحالات. وده المتعارف عليه، فكره المتعارف. ان انا بسمع مزيكا عشان تهدي اعصابي، اسمع مزيكا علشان عايز استرخي او انام. حقيقي. لكن الموسيقى بتاعه العلاج النفسي تختلف شويه لانها بتخاطب جزء في العقل، فبتدي انزيم معين زي انزيمات المهدئه. طوروها الى ان بقت ملفات خطيره جدا، لابد الذي يستخدمها هو طبيب نفسي، وهم اللي اخترعوها كانت اختراع في امريكا، المخدرات الرقميه، لكن هي ما كانتش اسمها مخدرات رقميه، هي علاج للاطباء النفسيين. لازم يستخدمها طبيب نفسي تحت تقنيه معينه ولكل وبعض الامراض، يعني علشان نقلل من نسب تعاطي الادويه اللي هي مضاده للاكتئاب. فاخترعوا الحاجه دي، فالحاجه دي كانت جميله، لكن لما جت صدرت عن طريق الانترنت صدرت بشكل مختلف تماما، بقت زي سوق تجاري بينقاد ليها. الشاب بيدخل يلاقي ملفات بتعرض على مواقع معينه، جرب عشان تهدأ قبل المذاكره، للي عايزه مشاكلها تتحل مع زوجها، للي عندها جزء اكتئابي، للي زعلان، للي عنده قنوط من حياته. طيب ما انا لما اسمع كده هجري على المشكله بالنسبه لي. صحيح. أنا دلوقتي متوتر مشدود شوية، فلقيت موقع بيقول لي اسمع الاسطوانة دي أو الملف ده، المزيكا دي هتخليك زي الفل. تمام. حطيت السماعات في ودني وقعدت سمعت المزيكا، حسيت باسترخاء وبهدوء وبحالة لذيذة وجميلة. صحيح. إيه الخطورة على الإنسان من إنه يسمع المزيكا دي بالشكل ده؟ الخطورة إن لازم هو يعرف، لأن هما لأن هو هيطلب من هيطلب اسطوانة تانية، لأنه ده زي زي المخدر. أنا خدت مثلا شريط الترامادول ده مثلا أو أيا كان نوع المخدر وخلصته، فهعوز تاني. إيه اللي يخليني أعوز تاني رغم إن أم كلثوم بسمعها مرة وخلاص؟ خلاص مش لازم كل يوم وثلاث اربع ساعات في اليوم، ولازم لو ما سمعتهاش خلاص هتطور وده وهتطرب. بيحصل يا دكتوره؟ يعني ممكن يحصل عمليه طبعا ادمان بالشكل ده؟ هو المفروض من اول مره يلاحظ، لان هو لو هو استخدم هو اول ملف بيديهوله مجانا او في بعض المواقع بتديهولك بسعر بسيط جدا، ولما بيبدا ياخده بيبص يلاقي في امهات بتشوف اولادها في حاله من الصرع، في حاله من التشنجات التامه، لانه واخد جرعه كبيره. فكرتها في انها نوع من انواع الترددات وليس موسيقات. ترددات، الترددات على الودن اليمنى مختلفه عن التردد اللي في الودن اليسرى. بتربك المخ يعني. بتربك المخ، وهي كمان ادواتها عامله زي او الاليات بتاعتها زي الالعاب الالكترونيه اللي هي بتاعت الاطفال. اقفل على نفسك الاوضه، حارب مش عارفه بايه، ادخل المطبخ وهات اله حاده، بنفس الخطوات يعني. لا، لازم يبقى فيه اغلق على نفسك، خلي فيه حاله من الاسترخاء، هدي الاضاءه، يبقى فيه هدوء، حط السماعات يعني. مالكش دعوه باي حد خالص، واندمج معاها، هتلاقي نفسك ان انت ابتديت تتغير تماما. لا هتلاقي فيه مذاكره ولا هتلاقي فيه حاجه، ده انت بالعكس عايز تعيش في انعزاليه تامه عن اسرتك. والجديد بقى هنا انه رغم انها رقميه الا انها بتدي نفس او اكثر كما قال العلماء اكثر حديه من المخدرات التقليديه، يعني هي بتفوق مدمره للاعصاب ولخلايا المخ تدمير تام. طيب خلينا نقف عند النقطة دي، لأن دي نقطة خطيرة جدا، وعايز أبدأ من عند حضرتك يا شيخ حسن. نعم. أنت حضرتك سمعت معايا هون الكلام. نعم. دي مجرد تراكات مزيكا أو مقاطع موسيقية بتعمل شوية ذبذبات في المخ، بتعمل بقى مشاكل زي ما الدكتورة قالت بالشكل ده. لو جينا نحط ده على ميزان الشريعة بقى والضرر والضرار، تقيسها إزاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اولا الله سبحانه وتعالى ميز الانسان بالايمان بالله وميزه بالعقل، وهذا العقل لابد للانسان ان يحافظ عليه. اذا يعني اصطنع اي شيء يؤثر على هذا العقل فان هذه جريمه. هو ليه ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. طيب الازلام دي ما فيهاش حاجه غير ان هو بيشوف اروح ولا ما اروحش، اعمل ولا ما، ربنا قال رجس من عمل الشيطان وقال فاجتنبوه، يعني ابتعد خالص، اوعى تقرب له، اوعى تقرب له. طب ده مش مسكر، هي القضيه في قضيه المسكر، القضيه ما يترتب على ذلك. يعني انا لو عملت حاجه ومباحه وبعد كده تحول هذا الامر الى ضرر، لا، سيدنا النبي قال لا ضرر ولا ضرار. طالما في ضرر يبقى منهي عنه شرعا، طالما في ضرر لا ينبغي لأي مؤمن يفعله أبدا. الإسلام جاء يعني ينقذ البشرية من الجاهلية الأولى، وجاء ليسعد البشر،
الناس فاهمة إن دي طاعات وتكليفات وكده. والله والله هذه التكليفات الله سبحانه وتعالى جعلها للإنسان لسعادته. هات لي شيء محرم ما فيهوش مصايب وكوارث، ما فيهوش مصايب وكوارث. فده اللي بيسمع بذبذبات معينة، والذبذبات دي بتأثر على المخ، وبعد ما كان إنسان متزن وطبيعي بدأ بعد كده يتطوح، وبدأ ممكن يعمل أي حاجة، ممكن يغمى عليه، وممكن يحصل له مشاكل. طيب هل هذا يرضي الله؟ ابدا. ربنا سبحانه وتعالى يقول فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. يعني اذا وصلت مع حضرتك ان اذا ثبت علميا ان هذه الموسيقى او الذبذبات دي بتوصل المخ لحاله من الهلاوس اشبه مثلا بالخمر، ما هو الخمر برضو بيدخلك في حاله من اللاوعي، لو المزيكا دي بتوصل الحاله دي اقدر اقيس عليها واقول تحريمها بتحريم الخمر مثلا؟ لو اقل من الخمر تبقى محرمه. الناس فاهمة ان السكران بس لو وصل لدرجة السكر يبقى هو ده اللي حرام. طب اذا وصل لدرجة الفتور انه قاعد خلاص ونايم وممكن ينام في الشارع، او ممكن يقع على بنته، او ممكن او ممكن حاجات مصايب وكوارث، وهو مش سكران بس هو يقول لك انا مبسوط شوية. مبسوط ايه يا عم الحاج؟ مبسوط ايه؟ ده انت بتغيب هذا العقل. انت لا ترضى بقضاء الله وقدره، أنت لم تصن هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك وهي نعمة العقل. والدليل يا شيخ حسن الخبر اللي كنت لسه بقوله للدكتورة الصيدلانية الحقيقة اللي تتعاطى نوع من أنواع المخدرات وقتلت بنتها وهي تحت تأثير المخدر ده. يعني ما هو أكيد، شوف ما فيش أبدا شيء يضر بالإنسان وعمره ما يكون يعني مستحيل شيء ضار ونقول حلال ابدا. هات لي اي شيء ضار وفيه ده. حتى لما ربنا قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، لما قال بقى عسى الحي برضو بعض الفلاسفه يقول لك ايه، فيه منافع للناس واثمهما اكبر من نفعهم. يسالونك عن الخمر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. طب ما هو في منافع اهو، انت بتقول ما فيش حاجه يا اخي، فيه اثم كبير. انت سبت الاثم الكبير، هو ده اللي قال الكبير هو الكبير جل في علاه. وبعدين منافع مش ليك انت يا مؤمن، منافع لغير المؤمن، انه ممكن ينفق من هذا ويبيع ويكتسب وياخد فلوس ويكسب. هي دي المنافع دنيوية. اما في الاخرة من شرب الخمر في الدنيا ومات ولم يتب حرم في الاخرة، حرمها في الاخره، لا يمكن ابدا يشربها في الاخره. يعني مصطلح الخمر ما ناخدوش بمعنى الحرفي، اللي هي الخمر يعني الويسكي ولا الشمبانيا ولا المصطلحات. هو يعني ايه خمر؟ هو شيء يذهب بالعقل، كل ما يذهب العقل لا بيغطي العقل، مش لازم يذهبه كليه. هو بنقول ده خمار للبنت او المراه. خمار ليه اسمه خمار؟ لانه يستر شعرها وكده يعني. جميل. طيب فاحنا لما نقول ده الخمر مش لازم يكون بيشرب ويتطوح. طب ما هيجي واحد يقول لك ايه، انا بشرب ولا بتاثر وزي الفل اهو. خليني طب اقف عند النقطه دي لانها نقطه مهمه. بس معايا ايه. ايه اهلا بيكي. بركاته. عليكم السلام، اتفضلي. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. معلش انا بس في يعني عندي مشكله كبيره وفي حاله مثلا وقفت تكون معايا. اتفضلي يا فندم. انا ام لاربعه اولاد وعندي باباهم متوفي. عندي الكبير منهم محتاج يعمل عمليه نقل كلى، انا هتبرع له. بس يعني المبلغ العمليه كلها تتكلف 40,000، الشركه بتاعت بابا هتدفع 25 والمفروض مني ان انا ادفع 25. انا طبعا ظروفي بما اني انا بصرف على 4 ايتام وشغاله عليهم ما تسمحش. طيب. ان انا ادفع 15. انا بطلب يا اما حد يديني قرض حسن المبلغ ده لاني ما اقدرش اخده بالربا، واتحرم قبل كده ان انا اخده بالربا، يا اما دكتور ربنا يبارك له ويكرمه يتبرع ان هو يعمل العمليه وحضرتك تحاليلك كلها بتقول ان الكليه بتاعتك تصلح لابنك؟ كلها. طيب كلها. هستأذنك يا مدام آية تسيبي رقم تليفونك بس في الكنترول، والمكالمة بتاعتك اتسمعت. لو في أي طبيب حابب يساعد أو أي حد حابب يساعد الحقيقة يتواصل معنا، احنا هنديله الرقم بس يتأكد من كل المعلومات اللي اتقالت، كل الكلام اللي اتقال على مسؤوليتك يا أستاذة آية. أنا بشكرك شكرا جزيلا. شيخ حسن كنت بتكلم معاك دلوقتي وبتقول لي إن مش لازم يكون في ذهاب كامل للعقل. أكيد. طيب أنا عايز أعرف من الناحية النفسية يا دكتورة، هل الحالة دي أو إدمان النوع ده من المخدرات الرقمية بيذهب العقل بشكل جزئي ولا بشكل كلي؟
وبيذهب العقل طبعا بالتدريج وحسب الجرعة. يعني أنا ممكن أخد ملف أحمله لو الجرعة بتاعته تردداتها كبيرة جدا، ده ممكن يوصلني لحالة من الاضطراب التام، يعمل اضطرابات نفسية ويغيب الوعي، لأن في منهم بينتحر وفي منهم بيموتوا فعليا من كتر الإدمان على هذه الحاجة. ويمكن فكرة الإدمان كلها تتلخص في أن أنا عايز أجرب، وإن أنا عايز أبعد عن المشكلة، وإن أنا عايز حالتي تتحسن. فأنا بقول للشباب، هل حد تعاطى حاجة سواء خمرة أو أي نوع من أنواع الإدمان، هل حالته تحسنت؟ إحنا بنشوف نماذج كل يوم، من اللي بيلعبوا ألعاب إلكترونية بينتحروا، من اللي بيدمنوا حالتهم اتدمروا، من أم لسه أستاذ مصعب عارض الحالة دلوقتي، أم هي اللي قتلت بنتها بإيديها عشان أخذت أقراص الفيل الأزرق المخدرة اللي هي بتعمل هلاوس لمدة ساعتين. يعني أنا متغيب عقلي لمدة ساعتين، في حاجات متغيبة على طول على طول، ولما أنا ما ببقاش متغيبة أنا ببقى عايزة جرعة تانية عشان تغليني متغيبة عن الحياة. فإذا ده نوع آخر من نوع العالم الافتراضي المدمر. صحيح. لان انا عايزه اعيش تحت وطيئه هذا الموضوع علشان انسى الدنيا وما فيها، وفي الاخر انت شاب، اسرتك محتاجاك ومجتمعك محتاجه. فاذا لكل مشكله ليها حل، نقاش، وده زاد لي يا استاذ مصعب عشان ما بقاش في حوار في الاسره بناء. انا عندي مشكله اجري اروح اشوف صديق على الفيسبوك اتكلم معاه، اجري اروح العب لعبه الكترونيه من اللي بتقول لي اقتل دمر، فبستمتع بشكل القتل. وبروح الاقي دلوقتي الراجل في نيوزيلندا حاطط لي الكاميرا على السلاح الآلي وداخل يموت في الناس في المسجد بنفس الكادر تقريبا بتاع اللعبة الإلكترونية. بالفعل بنفس بالفعل. الكادر هو الطفل في ألعاب يمكن اتكلمنا عنها في مقالات كتيرة جدا، في لعبة بتقول له ايه، ادخل لما البيت كله ينام وهات معرفش آلة حدة من المطبخ، لعبة تانية تقول له ايه الاستمتاع بالقتل، يعني هو قاعد بيستمتع بالقتل، اخر اللعبه ان انت يا اما تقتل يا اما تقتل حد يا اما تقتل نفسك. فبالتالي هنا بعد 21 يوم المخ بيتبرمج زي الحوت الازرق على لعبه مريم والالعاب دي. ف 21 يوم انا خلاص بقيت مدمن لهذه اللعبه وهنفذ كل امر من هذه الاوامر. فهنا بيلعب على نطاق العقل، ده احنا ما بقاش في عقل اصلا، الانسان كائن عاقل وتفكيره من خلال عقله هو اللي بيخليه يمارس السلوك سواء سلوك ايجابي او سلوك سلبي. فاحنا محتاجين التفكير المنطقي لاولادنا، محتاجين الحوار، الامهات اللي في البيوت سمعانا تعرف ولادها بيدخلوا على ايه وايه التغيرات اللي ابني انا شايفاه عليه، هل منعزل، هل مستوى تحصيله الدراسي قل، هل بقى عنده انعزاليه تامه، هل بقى في نوع من العدوان، الهزلان وعدم الاكل، العصبيه الشديده بدون اي مناسبه، كل ده اعملي عليه علامات استفهام عزيزتي الام وشوفي والحقي واكشفي عليه واعملي له اختبارات. يعني هي الحقيقه الرساله من الحلقه النهارده، خلوا بالكم لان يمكن ناس كتير بتتفرج علينا يقول لك ايه يا عم مخدرات رقميه، ايه الواد قاعد بيسمع مزيكا يعني، والمزيكا ما فيهاش حاجه، ده قاعد قدام عيني، لا بيروح ولا بيجي ولا بيمسك سيجاره ولا بيعمل اي حاجه. لكن زي ما دكتوره بتقول كده، التاثير تدريجي على العقل وانت ما انتش مدرك الحقيقه ايه اللي ممكن يكون بيحصل. شيخ حسن، خليني برضو اسالك، الاسره دورها ايه بقى في الرقابه على الاطفال او الابناء عموما، مش بس الاطفال، المراهقين اكتر يعني، على النوعيه دي، وهم هيعرفوا ازاي؟ يعني هو شايف ابنه قاعد قدام عينه زي ما بقول كده، ولا بيمسك سيجاره ولا بيروح ولا بيجي، وشايفه قاعد على الكمبيوتر طول الوقت بيسمع مزيكا، او هيعمل عليه كنترول ازاي؟ هو لو عرف كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيته. انت شايف ابنك قاعد 10 ساعات متواصلين، 6 ساعات، 4 ساعات، اكيد في فرض جافن ونص. شفت الولد قام صلى ولا ما صلاش؟ لا ما صلاش. طب ما انت مسؤول امام الله، انت مسؤول امام الله. فين مرهم بالصلاه السبع واضربوهم عليها العشر؟ فين انك انت يعني وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، مش واصبر، واصطبر، يعني تعلم فنون الصبر. قول لي قوم يا حبيبي اصلي شويه بابا بس خلص. لا يا حبيبي احنا هنصلي مع بعض بس قوم. لا يا حبيبي لا مش هتعمل حاجه لما تصلي. مره مع الثانيه هيبقى عارف انه جه وقت الصلاه هيصلي. لكن هو طالما ما بيصليش ولا بيقرا قران ولا عارف ابدا طريق ربنا سبحانه وتعالى، هي دي، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. مش ممكن ابدا هيعيش ابدا عيشه سويه، مستحيل. انا لما الاقي ابني كده اقول له طب انت قرات قران النهارده؟ طب انت صليت حتى؟ صليت الفروض؟ طب مش لما يكون الراجل هو اللي بيصلي الاول يا شيخ حسن؟ طب يعني احنا بنتكلم دلوقتي على فرضيه ان الاب والام ناس بتصلي، اذا مفيش تربيه من الاساس. طيب خليني بقى افترض، مفيش تربيه ماشي، خليني بس افترض ان الاب والام ما بيصلوش، بس عايزين يربوا ابنهم، يعني حط الفرضيه دي في حساباتك، الاب والام
مش ناس ملتزمين بالصلاة، مشغولين بقى عندهم بقى مش عارف ايه، المهم اللي هم ما بيصلوش، فمش مهم بالنسبة لهم او مش هيجي في بالهم يقولوا للولد انت ما قمتش صليت، اصل هو الراجل مش في دماغه اصلا ميعاد الصلاة. طب هي الناس دي البيئة دي او الوسط ده هو برضه عايز يحافظ على ابنه، هو شايف ان البعد الاجتماعي اهم من البعد الديني، لانه لو حطت البعد الديني الاول كان صلى والتزم وعلم ابنه ده. لا خلينا احنا هنعدي النقطة دي دلوقتي، هتقول ايه بقى للأسرة اللي بالشكل ده؟ ما هو انا هقول له فاقد الشيء لا يعطي، لا يعطي، انت مش ممكن ابدا هتؤمر ولد بمعروف ابنك بالمعروف وتنهاه على المنكر وانت منغمس في المنكر، انت ما بتصليش، ازاي يا اخي الا يعني الا يستحي؟ قوم يا ولد صلي، لازم تصلي ومش عارف ايه، يا اخي طب صلي انت الاول بالظبط، طب صلي هيقول له كده، طب صلي وبعدين يعني الا يستحي؟ ده هو لازم يعلم ابنه، يعلم ابنه كيف يعبد الله، كيف يتعرف على الله، يقعد يناقش فيه، ياخده كده ويحضر درس ديني، يروح معاه الجمعة ويسمع، هنا لازم لازم يبقى فيه ثقافة دينية عشان لما يجي يسمع كتير يقوم يرجع نفسه يقول أعوذ بالله أنا سمعت كده كتير، لكن أنا شايفه قاعد ده كله حضرتك بتقول الأب والأم ما بيصلوش، طب أنت منتظر إيه من الأولاد؟ منتظر منهم إيه؟ لا ما أكيد هم هيبقوا من نفس الموضوع ده، إذا كان الأب والأم بيسافروا بره وسايبين الأولاد لوحديهم وعايشين وقلبين البيت الله أعلم، وواحد بس يدوق بس يعني يشرب يا عم بس جرب بس، ده الراجل هو اللي بيشرب، انت عشان عيل ما بتشربش، ما هو الشيطان في كتاب اسمه تلبيس ابليس، يا ريت الناس تقراه، ازاي بيلبس على الانسان وازاي يقدر يعني يامره بذلك ويبين له انك انت ولا حاجه، فالواد عايز يثبت انه راجل، عايز يثبت انه راجل، يا عم حياه ده انا اشرب المحيط، طيب ياخد اول بتاعه ويطلع، والله يا ريته بقى يشرب دلوقتي يا شيخ حسن، ده بقى يسمع، ما هو يسمع يعني احنا بنتكلم في واحد بيسمع بقى مش بيشرب، الاثنين شوف طالما الاثنين بأثروا على العقل فانا بعتبرهم سواء. شوف يا اخي الحبيب الموضوع اذا كان فيه سكر كامل زي السكر نص ونص زي 10% سكر يعني زي نقطه من الخمر، نقطه من الخمر يا اخي انت بتعصى الله سبحانه وتعالى، مش قضيه ان الكميه كبيره ولا صغيره، مش المشكله ان هي بتسكر ولا لا تسكر، مش المشكله في النوع النبيت ولا الويسكي، ما مش مشكله في دي، اصل في ناس اتكلمت في النقطه دي وانت عارف طبعا اكيد طبعا التفصيله دي، ما دي مصيبة يا اخي الحبيب، احنا عندنا قران وعندنا كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مش هسمع كلام حد تاني بعد كلام الله وكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما ربنا يقول فاجتنبوه لعلكم تفلحون، اجتنبوه يا اخي ابتعد عنه ما تقربلوش، يجي مثلا اي حد كائنا من كان وقال لك ده لو كان حاجه بسيطه ما باخدش بكلامه، هو مش هينفعني وكلكم اتيه يوم القيامه فردا، ماش حاجه يوم القيامه، ما هو فلان اللي قال لي فلان، ويوم يعض الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتي ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، انا استمع لاهل الفسق والفجور واسيب اهل الايمان، انا اترك القران وسنه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم واشوف وادور على راي شاذ عشان هو، ودي نقطة مهمة جدا عشان هو يوافق على هواية الله يفتح على هواية على مزاجي عشان هو على مزاجي اهو اهو ما هو بقول اهو ما وانا مالي ده الشيخ اللي بيقول الشيخ مش هينفعني يوم القيامة ولا هينفع عن نفسه، انا عندي قرآن وسنة، مش بقول انك ما تسألش شيوخ، اسأل لكن اسأل اهل العلم يا اخي، اسأل الناس اللي تخاف الله سبحانه وتعالى، لما ربنا يقول انما الخمر قال كثير ولا قليل؟ لا ما قالش طبعا، ما قالش كل خمر، كل خمر يستوي لو خد نقطة زي ما خد جردل، احنا بنتكلم على السمع برضو مش عن واحد شارب، ما هم الاثنين عشان واحد. دي نقطة طيب خطيرة يعني. اذا كان على السمع انا عارف لما اكون عارف ان انا لما سمعت المرة اللي فاتت وبدأ يحصل لي هزيان وبدأ يحصل لي حركات زي كده وممكن وصلت لدرجة ان ممكن يغمى عليا، يبقى اذا هو حرام. صحيح. طيب خليني اخد اميرة. اميرة اهلا بيك. الو مساء الخير. مساء النور، اهلا بيك يا فندم. لو سمحت ممكن بس اسال الشيخ بس سؤال خارج سؤال الحلقه؟ اتفضلي. ماشي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ كنت عايزه بس اسال حضرتك على حاجه، تقول لي ده ينفع ولا ما ينفعش؟ اتفضلي. انا خالتي داخله في غيبوبه بقالها 3 اسابيع، تمام؟ نعم. كل الدكاتره قالوا ان هي ما عندهاش اي حاجه، في ناس قالوا اتجهوا للشيوخ، كل الشيوخ قالوا ان هي ما عندهاش حاجه، طبعا في شيوخ قالوا ان هي في حاجه علاقه بالجن وعقدناها تحت الارض والحاجات دي. عندها كام سنه خالتك يا اميره؟ 32
متجوزه بس مش معايا. طب معلش قال ايه الدكتور؟ قال ايه بعد اذن؟ هي بتقول لك الاطباء قالوا مفيش حاجه. الدكاتره مفيش عملنا لها اشاعات، عملنا لها اشاعات كل حاجه. كل الاشاعات قالت ان طيب هي الغيبوبه دي حصلت ازاي؟ يعني اتخبطت، حصل حادثه؟ لا، في المطبخ، كانت في المطبخ عادي بتطبخ ولقوها واقعه. ولقوها بقى لها قد ايه؟ انت بتقولي بقى لها دلوقتي 3 اسابيع. طب هي محطوطه على اجهزه ولا هي نايمه بس؟ دلوقتي هو احنا دخلناها على عنايه مركزه لانها فاقده الوعي، فنفتح عينيها، فتحت عينيها بقى لها كام يوم بس مش شايفانه. كل الاجهزه بتقول ان هي كل الاعضاء بتاعتها كويسه، بس الدكتور النهارده حسب ما زرناها تمام قال لنا ان هي تعتبر فاقده الحياه. فاقده الحياه؟ مش عايزه تعيش في الحياه. رافضه الحياه. رافضه الحياه. رافضه الحياه. المفروض انها رافضه الحياه. دي تخصك انت الحاله دي يا دكتور. طيب تابعينا، هنرد عليكي يا اميره، بس معايا صفا. صفا اهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا يا صفا، ازيك؟ ازيكم، عاملين ايه؟ الحمد لله، اتفضلي. بقول لحضرتك اقول للدكتوره حاجه وللشيخ حاجه. اتفضلي. اقول للدكتوره ان انا الاهل متحكمين فيا وبيقعدوا يقولوا لي ما تخرجيش وما تروحيش وما تجيش، وقاعدة في البيت على طول. عندك كام سنة؟ أنا عندي 29. اتعلمتي؟ خلصتي جامعة أو حاجة؟ لا، طالعة من تالتة إعدادي. تالتة إعدادي. عندك كام؟ أنا الحاجات دي والتحكمات الزيادة دي بتخليني مش عارفة أتحكم في نفسي وبعمل غلطات كتير. ازاي بقى يعني أقول للشيخ ازاي بقى إن أنا أتحكم في نفسي وأنظم الغيظ وما أعملش حاجة غلط؟ أنت ما بتتحكميش في نفسك في انفعال ولا بتعملي حاجات غلط من وراهم؟ يعني إيه؟ يعني أنت إيه يا الغلط صفة اللي بتعمليه؟ الحاجات الغلط دي اللي تقصديها فكرة إن أنت بتردي عليهم او بتتخانقي معاهم، ولا الدكتور قصدها ممكن تكوني بتعملي اشياء خطا سرا يعني؟ لا مش سرا، قدامهم برد عليهم وبعمل حاجات بتضايقهم وكده. تمام. عندك انتوا كام اخوات؟ احنا صبيان وبنات. سبعه. انت رقم كام؟ انا الاخيره. المفروض متدلعه يعني. المفروض. طيب يا صفا انا بشكرك، شكرا جزيلا. اميره الاول تقول لها ايه؟ يعني فكره خالتها اللي فجاه وقعت غيبوبه، ولحد بس ما اخد راي الدكتوره، بس عايز الراي الشرعي، لان هي راحوا بقى لسكه المشايخ وقالوا لها ده سحر وعمل وملبوسه والجو ده. انا اتحدى ان يكون سحر او مس، ومفيش حاجه اسمها سحر او مس يخلي صح يخلي فيه حد غيبوبه اسبوعين كاملين. ليه؟ هو الجن قاعد ما وروش حاجه الا هي ولا حاجه؟ هو مش بياكل وبيشرب وكده يقوم يسيبها شويه عشان هي يا اخي ده كلام لا يعني غير صحيح بالمره. تمام. الموضوع ده ارجو ان انتوا تسيبوكم من موضوع الشيوخ دي خالص في الموضوع ده. انت عندك الطب، ما جعل الله من داء الا جعل له دواء، لازم في حاجه. وبعدين لما بيبقوا يقولوا ده الدكتور قال ما عندهاش حاجه، اقول طب انا عايز رقم الدكتور. لما حد اتصل بيا والله اقول طب لو سمحت انا عايز رقم الدكتور بس هساله عن حاجه بس في الحاله دي، والله اساله يقول يا عم ما عندهاش ايه، عندها كذا وكذا وكذا، ويقول طب ما بتقولهمش ليه؟ ده هم رايحين للسحره والدجالين. قال ما عندهمش استعداد يسمعوا. تمام. وانا ما اقصدش ان انا بقول يعني ان حد بيكذب، لا حاشا لله، بس انا بقول لازم الطب، ما جعل الله تداوي يا عباد الله فانه من خلق الداء خلق الدواء. طيب هو الدكتور قال لها حاجه خطيره جدا قبل ما ارجع لك يا دكتوره. معايا بس رابعه. اهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بيكي، اتفضلي. اسفه جدا لحضرتك، بس انا ممكن اسال بره برنامج الشيخ؟ اتفضلي، علي صوتك شويه بس، اتفضلي. حاضر حضرتك. انا حضرتك والدي مريض بعدة امراض مزمنة وبيتعالج بقاله سنين كتير. والدتي متوفاه من 2014. هي اللي كانت بتعاني والدي شويه في مصاريفنا ومصاريف البيت وكده. تمام. حضرتك دلوقتي ماما متوفيه وكان معايا اختي مكتوب كتابها وانا. تمام. اختي اللي كان مكتوب كتابها كان لازم تتجهز اسرع وقت، عملت كارد على معاش والدي. تمام. ودلوقتي معاش والدي اللي بيخش لنا اساسا 240 جنيه. تمام. واحنا مفيش مصدر رزق لينا غير دول. تمام.
حضرتك دول ما بيأكلوش حتى في الوقت اللي احنا فيه ده. طيب معلش عشان الوقت يا رابعه، ايه المطلوب؟ حضرتك انا مطلوب ان انا اودي عليه حضرتك ايجار دلوقتي، وعليه دلوقتي المفروض ديون كتير جدا واحنا مش عارفين نعمل ايه. طيب هستأذنك تسيبي رقمك في الكنترول يا رابعه، ولو حد حابب يساعدك هنوصله بيك ان شاء الله. معايا ناهد. ناهد اتفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيك. اهلا بيك، اتفضلي. كل عام حضرتك بخير. وانت بخير يا فندم. انا طبعا بشكركم قوي على الاعداد الكويس وال يعني بجد البرنامج الجميل ده. اشكرك. اشكر الاستاذه هبه الشناواني بقى رئيسه التحرير ومارينا الاعداد، اتفضلي. ربنا يديهم الصحه يا رب ويكتر منهم باذن الله. انا بس كنت حابه بس اسال الشيخ سؤال بعد اذن حضرتك. اتفضلي يا فندم. انا يا فندم دلوقتي كنت اخت كبيره لثلاث اخوات او كده، وكنت والدتي كانت اخذت قرض من احد الاشخاص كنا بنتاجر فيه، وبعدين حصلت لها حادثه قطعت رجليها او كده. فدلوقتي الشخص ده قصاد القرض دوت عايز يتجوز حد فينا اصغر ما فينا، عايز يتجوز اصغر ما فينا قدام الفلوس اللي لينا، وهو راجل عنده 60 سنة والبنت عندها 22 سنة. عايز يتجوز أصغر واحدة فيكو مقابل القرض اللي هو دفعه. ده هو يعني هي ده بقى يعني زي مهرها يعني، يبقى مهر ليها يعني. بالظبط كده. ويعني ونجهزها أو يجهزها. هو عنده كم سنة يا ناهد؟ 60 سنة؟ عنده 63. كمان أصغر واحدة فيكو عندها كم سنة؟ 22. اصغر واحد لا هي اصغر واحده 22 سنه. 22 سنه. هي الوحيده اللي مش متجوزه. وانتوا مفيش حد عندكم يعني عم خال حد من العيله يعني؟ اقول لحضرتك حاجه، ربنا يدي كل واحد وربنا يكرم كل واحد ويتحمل كل واحد مشكلته. والمبلغ اصلا يعني مش مبلغ كبير، بس هو حاططنا في مبلغ كام يعني؟ مبلغ كام اللي عايز يشتري بيه البنت الصغيره ده؟ كام يعني؟ كام مليون يعني؟ مليون؟ ما انا هقول لك ايه يعني، واحد عنده 63 سنه هياخد بنت 22 سنه على كام يعني؟ كام؟ وكنا 25000 جنيه كنا 25000 جنيه ده ما يجيبوش عده تليفون يا نات، ده عده التليفون ب 30000 جنيه دلوقتي. مش معايا. ربنا يزيد عباده. انا عارف، بس ازاي يعني هو مفكر كده؟ يعني انا مش عارف. شايف الظروف يعني اختي الصغيره حلوه يعني مستغل الظروف يعني فيها الطمع بالنسبه له. طيب خليكي معانا نات عشان انت موضوعك ده مهم جدا وخطير. وسيبي برضو تليفوني كناهد. انا بشكرك، انا عشان وقت ما يروحش مني دكتورة، عايز ارجع لك بقى في قصة ربعة لا مش ربعة اللي كانت بتقول لنا على حكاية الغيبوبة. اميرة. اميرة بتقول لي خالتها في غيبوبة. الشيخ قال لا طبعا، رأي اطباء طبعا. هي بتقول الدكتور النهاردة قال لهم هي رافضة الحياة. ده تشخيص نفسي للحالة دي؟ طبعا. يعني في حالات تشخيصها النفسي بالشكل ده؟ هي الاول قالت هي وقعت، كان في مشاكل قبل وقوعها مره واحده ولا ما فيش؟ ولا لقوها كده مره واحده؟ بتقول كانت في المطبخ فوقعت يعني ما حكتش. ممكن تكون مره بضغوط، حاجات مزعلاها. انا بشوف حالات كتير جدا لحالات مسنين كمان، ممكن من كلمه او من صديقه ليها بيجي لها شلل تام. وبتبقى رافضه انها تقوم على رجليها. فطالما قال رافضه للحياه يبقى في حاجه كانت مزعلاها، وبكده يبقى الادويه كلها مش هتنفع. فلازم مع العلاج ومع العلاج اللي هي بتاخده لازم يبقى فيه دكتور نفسي او طبيب نفسي ليها. دي بالنسبه لحالتها. طبعا دي حاله نفسيه مش حاله جسديه، ممكن تبقى حاله سايكوسوماتيك يعني حاله نفسيه اثرت عليها جسديا فرفضت الحياه، فبالتالي مش قادره تقوم من على السرير يعني. يعني ممكن يكون العلاج في الحاله دي نفسي. نفسي طبعا. نفسي. طيب صفا برضو عايز ابدا من عندك انت يا دكتوره. بتقول عندها دايما مشاكل مع اهلها رغم انها اصغر اخواتها وقافلين عليها الدنيا. طبعا هي برضو احنا بنقول لها ان اكيد الكبار بيبقوا قلبهم عليكي وبيخافوا عليكي، ولكن انا بقول للأسرة انها لازم تفرغ بعض الطاقات حسب سنها وحسب حالتها الصحية. لو كان حالتها الصحية في حاجة معينة عندها لازم حسب الحالة الصحية هي او حسب المشكلة اللي عندها الاهل يوجهوها لتفريغ الطاقة دي، عشان الكبت ممكن يولد حاجات كتير ومشاكل كتير فهتطلع عصبية وهتطلع رد. دايما طيب. الانسان كائن حركي، ولازم حتى ولو يا جماعة بمهارات برسمة بتكتب شعر تقرأ أي حاجة تفرغ الطاقة دي. تفرغ الطاقة دي في أي حاجة. طيب شيخ حسن من عندك بقى علشان خلاص وقتي انتهى، عايزك تقول حاجة بس لناهد. يعني قصة ناهد دي الراجل اللي عايز يجوز البنت الصغيرة مقابل 25000 جنيه، هم يعملوا إيه؟ يردوا عليه بإيه؟ أنا هرد، أنا أقول إن لله وإنا إليه راجعون. يعني عشان خاطر دين أو عشان خاطر الحاجة أو عشان كده
اتحطم مستقبل بنت تماما. واحد هيقول لك انت بتحرم، يا حبيبي انا ما بحرمش، هل هي عايزاه؟ هي راضيه بيه؟ هي تقبله؟ وبعدين معلش بعد 10 سنين ده هيروح الانعاش، ده انعاش بقى، ده انعاش انعاش بعد شهر. الله اعلم، ربنا يطول عمره ويطول في عمر البنت، لكن مش بالطريقه دي. ما نستغلش حاجه الناس في ان انا اضغط عليهم في اغلى ما يملكون. تخيل يا اخي انت واخد واحده بنت عيله زي كده، انت ازاي هتعرف يعني تخرج معها وتلعبها وكده؟ انت هتمشي كل واحد يقول لك ربنا يخلي لك بنتك. صحيح. مش مكشوف يا اخي انك واحد كله ربنا يخلي لك بنتك. ربنا يديك الصحه يا عم الحاج. ربنا يخلي لك بنتك. انت عارف بقى الكلمات دي. طيب انا للاسف وقتي خلص، للاسف يا دكتوره برضو وقتي خلص، كنت عايز اخد منك نصيحه وقائيه كده للاسره. لو هتقولي حاجه في ثانيه واحده قوليها. يا ريت. طبعا ثانية. انا بقول ان طبعا الانفتاح الالكتروني اللي بقينا فيه خلى الناس بقت تعتاد على هذه المداخلات او على هذه الالعاب وما شابه ذلك. بقول للاسره لازم يبقى اولادنا اصدقائنا. اسمع ابنك في الصغر يطيعك في الكبر ويسمعك ايضا في الكبر. انصتوا لابنائكم يسمعوكوا في وقت المراهقه اللي بيبقى فيه مشاكل نفسيه. نصيحه تحترم الحقيقه. دكتوره ايمان عبد الله دكتوره العلاج النفسي، انا بشكرك. شكرا جزيلا. شيخ حسن الجنيني من عمال أزهر الشريف بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، كنا عايزين بس نحط سبوت نور كده على جانب من الجوانب اللي موجودة في حياة الشباب اللي يمكن أهالينا ما خدوش بالهم منه، مش مدركين حكاية الإدمان الإلكتروني والمخدرات الإلكترونية. حاولنا نوصل لكم الصورة بقدر الإمكان. خلوا بالكم من أولادكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج أصعب سؤال.